ومن الملف اليمني إلى ملفنا الأخير المرتبط بانتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث يواصل الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة في الانتخابات الرئاسية 13 في إيران. وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي الانتخابي. كما تجري اليوم كذلك انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والقروية، وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع، وذلك في قلم اقتراع خاص بحسينية الإمام الخميني وسط العاصمة طهران. كما دعا خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت بأعداد كبيرة. وفي هذا العرض نستعرض معكم مرشحي الرئاسة الإيرانية ضمن هذا الانفيجراف. وللحديث أكثر حول الانتخابات الإيرانية يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ حسن راضي المختص في الشأن الإيراني. أرحب بك معنا أستاذ حسن. هل نستطيع أن نقول أن رئيسي أصبح ضمنا رئيسا لإيران حتى وإن لم تكن النتائج قد خرجت؟ تحياتي. طبعا كان محسوما أنه إبراهيم رئيسي هو رئيسا منذ فترة طويلة، وليس اليوم، منذ أن أعلن مجلس صحة الدستور عن أسماء المرشحين وحذف أبرز المرشحين المنافسين الرئيسيين لإبراهيم رئيسي، منهم علي لاريجاني، منهم أحمد نجاد، إسحاق جهانجيري، محمد باغر غالي باب، تعزادة. هؤلاء المنافسين بإمكانهم أنه هزيمة إبراهيم رئيسي بسهولة، خاصة أنه إبراهيم رئيسي كان أيضا رشح نفسه في الدورة الماضية وهزم من قبل التيار المعتدل. لذلك جميع رموز التيار المعتدل والإصلاحي تم حذفهم، وحتى المحافظين المتشددين الذين ربما يشكلوا تهديدا لإبراهيم رئيسي تم حذفهم. وهذا بمعنى أنه النظام الإيراني خطط ليكون إبراهيم رئيسي للانتخابات بأي ثمن، بثمن أنه لا تكون هناك مشاركة، تكون مقاطعة، أو ربما بتزوير الانتخابات. قرر أن يكون إبراهيم رئيسي هو الرئيس، لذلك ليس هو الأوفر حظا في انتخابات، لا هو منصوبا من قبل الرئيس، لأن هو من قبل المرشد، لأنه الأقرب إلى المرشد في التعاليم، في تنفيذ تعاليم خامنئي. نعم أستاذ حسن، يعني طالما أنه من ذات المربع، يعني مربع المرشد إنجاز التعبير، هل نتوقع حكومة تحت العباءة أكثر، يعني تحت عباءة المرشد أكثر مما كانت حكومة حسن روحاني؟ بالضبط. يعني أراد خامنئي أن تكون حكومة مقربة جدا للحرس التمر الإيراني، مقربة جدا له لبيت المرشد، حتى يكون موقف واحد ورؤية واحدة، ويتم يعني بانسجام اتخاذ القرارات وتنفيذها، ولا تكون هناك قناعات أخرى مثلا كما هي لدى المعتدلين أو الإصلاحيين، أو ربما يريدون يعني تنفيذ بعض الأمور كانت داخلية أو الدولية بطريقتهم الخاصة أو من خلال وجهة نظرهم التي يرونها هي الأفضل أو الأصلح لخدمة المصالح الإيرانية. الآن التيار المحافظ المتشدد بعدما هيمن على البرلمان، السلطة القضائية بيدهم، الآن السلطة التنفيذية تكون بيدهم، وأيضا بمعنى كل يعني المراكز الدولة أو النظام الإيراني ستصبح بيد تيار واحد، ليس فقط بتيار واحد بل بيد القلة المقربة جدا للمرشد
وحتى يعني الآخرين الذين ربما لديهم نقد أو رأي باتجاه بعض المسؤولين تم حذفهم وعلى نعم. رأسهم محمود أحمد نجد. هل الشارع الإيراني مستعد لهذه الحالة المتوحدة إنجاز التعبير سياسيا بين مؤسسة المرشد ومؤسسة الرئاسة رئاسة إيران؟ هل الإيرانيون مستعدون لتقبل هذا الانسجام من اللون الواحد إنجاز التعبير؟ المواطن يبحث عن رئيس أو مسؤول أن يحسن وضعه المعيشي. هذا هو المواطن يعاني من أكبر أزمة اقتصادية ومعيشية في خلال العقود الماضية الإيراني، العقود الماضية في التاريخ الإيراني. لذلك المواطن الإيراني لا يهتم كثيرا بأنه الرئيس من التيار المعتدل أو الإصلاحي أو المتشدد. يريد رئيس ينفذ وعوده ويحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهذا لن يحصل إلا من خلال علاقات طيبة مع العالم يعني الانتهاء من السياسة المتشددة الإيرانية، كانت الداخلية أو الإقليمية أو الدولية. يريد أن المواطن أن يعيش يعني وهو متوفرة لديه لقمة العيش وفرصة العمل، وهذا لن تحصل يعني لم تحصل في السنوات الماضية. رغم كل الوعود جاء إصلاحي ومعتدل ومتشدد لم يتحقق هذا الهدف. لذلك يعني المواطن كان يحاول أن يختار السيء وأيضا من أجل هزيمة الأسوأ. الآن وصل إلى قناعة المواطن بأنه السيء والأسوأ هما سواسية ولن يحققوا يعني الوعود ولن يحققوا مطالبه وأهمها المعيشية، بالإضافة إلى يعني مطالبه السياسية والحريات وأيضا حقوق الإنسان. نعم، الانتخابات جاءت في خضم الحديث عن الملف النووي والرسائل الأمريكية واجتماعات فيينا. ما هي الرسالة ربما التي تريد إيران إيصالها للغرب بفوز رئيسي جدلا أستاذ حسن؟ طبعا إبراهيم رئيسي هو يعني اسمه موجود في قائمة العقوبات الأمريكية، وهو أيضا بين المواطنين الإيرانيين معروف يعني عضو لجنة الموت التي نفذت حكم الإعدام بحق آلاف السجناء السياسيين عام 1988. الرسالة هي مزدوجة للداخل بأنه هذا النهج المتشدد سيستمر، وأيضا تجاه الدول الغربية وتجاه الغرب أنه يعني كل المراكز الحكومية الإيرانية سيكون لها نفس التوجه، وهو النظام الإيراني والتيار المحافظ المتشدد والحرس وخامنئي يفضلون العلاقة الاستراتيجية مع الشرق، مع روسيا، مع الصين، وهذا بمعنى أنه لا يريدون علاقات جيدة مع الغرب. وهي هذه الرسالة المهمة بالنسبة للغرب، إذا نفذ النظام الإيراني هذه الرسالة على أرض الواقع بمعنى ستكون هناك عراقيل كبيرة أمام الدول المتفاوضة في فيينا أن تصل إلى اتفاق، لأنه مطالب النظام الإيراني ستتشدد، وأيضا هناك لطالما العلاقة جيدة، العلاقة يعني الاستراتيجية ستكون مع روسيا والصين جيدة، روسيا والصين ستدفع بالأمور أنه إيران لا تتحسن علاقاتها مع الغرب حتى يكون الشرق روسيا والصين هي المهيمنة والمسيطرة. نعم، بخلاف ما تفضلت به فيما يخص الملف الإيراني، ما زلت معنا أستاذ حسن؟ نعم، إذن ما زلنا نتحدث أيضا في إطار الانتخابات الإيرانية وتداعيات احتمالية فوز الرئيس المرتقب رئيسي، والذي تحدثت عن فوزه كثير من استطلاعات الرأي الداخلية وحتى الخارجية، وأيضا كما تحدث ضيفنا أن مسألة الحسم كانت لربما قبل بداية الانتخابات لتسلم حسن رئيسي هذه الانتخابات. بكل الأحوال نشكر الأستاذ حسن راضي المحلل المختص في الشأن الإيراني، كان معنا عبر سكايب من لندن.